الحلوة طلت اه يا عيني دقوا عالخشب الحلوة طلت اه يا عيني دقوا عالخشب يا عيني على عيني بالديني يا عيني على عيني بالديني ديني يا عيني ديني يا عيني الحلوة عرضت علي الفكرة إلا لأنه إلا يعني بعرفها بلبس من عندها يعني إلى أهمية باللبس هوت كوتير وهيك فوافقت على الفكره وبعدين هي كانت انا ما كنت عارفه انها هالقد عندها اتصالات وناس اتصلت بسفير لبنان ملحم ميستو ففتح لي صالون الشرف بالروحه وبالرجعه قالوا لي بعرف اذا صحيح قال اول مره بينفتح صالون الشرف لفنانه وهيك وساعدنا كتير كتير بالديفيلي هو مدامته وطبعا كل هالسفره اجوا اكراما لهم يعني وكان شيء بجن الواحد يفتخر فيهم يعني اليوم بهالديفيلي ضوت وبالنسبة لي ما كان بس ديفيلي كان فيستيفال ذكرنا بمهرجانات بعلبك شوي وعلى حضورها الحلو على المسرح كتير مهم انه نقدر ونخيم هالاشخاص المهمين اللي كان لهم ماضي وتاريخ بلبنان خاصة مثل ست صباح ونكرمهم هنو موجودين بيناتنا الله يطول بعمره اكيد مهم انه نكرمهم هنو بيناتنا لحتى نحن ننبسط فيهم وهن كمان ينبسطوا اكيد لما شافوني الناس في منهم كتير عرب عرفوا انا هونيك جنوا يا حرام يعني استقبالي كان غير طبيعي وانا بشكر كل السفراء العرب اللي كانوا كمان بروما اجوا على العشاء هني ونسوان وكانوا كتير فخورين ومبسوطين وقال لك العرض طبقه حلو كتير سامبل بس في انوثه بعدين قمت طبعا خطبت مش خطبت يعني حكيت وقلت لهم بدي اسمعكم غنية ساعات ساعات بالاول غنيت مول لبناني لانه ساعات سفير بحب على الند ودخلت من الند وغنيت ساعات ساعات وحده من وزاره الخارجيه بايطاليا قالت لمرت السفير عندكم هيك ستوا في ارهاب بلبنان مش معقول فهيك وانا قلت كمان جراس قايل لك جو سوي اروم لبي بالفيل دي مود دي بوتي اي موا جو سوي فيير داتر اون فام دي ليبو جي ابري ا توت لي فام كومون اتر اليغونت اي شيك فانبسطوا العرب شافوا حالهم انه عم بحكي لوطا وهيك وحطوا لي بجرايد كثير صور وحكوا عني وبالتلفزيون وكان شيء كثير حلو يعني انا كنت فخوره انه فرجين صوره حلوه عن بلدي كل الناس بتطلع هيك انه هاي اللي يعني مين افتخر انا اني لبنانيه كيف انه هونيك بيلبسوا كثير سام بالنهار وانا هيك سامبل هلا ملفت اه يا عيني دقوا عالخشب دقوا الحلوه طلت اه يا عيني